يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وخاتم النبيين ورحمة الله للعالمين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها الأخوة الكرام، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته وبعد. أي مثلا الدروسية اللي كان إتعدام يوفي المناسبة تنقرات إقعزيز من ربا في إنسيمن إذا المولد النبي محمد صلى الله عليه وسلم إذ يوفي الذكرى إذ يتعدين في لنا من كل سواس ونتمنى دي سيدة ربي ما تشغالها تسف الخير وعلى خير تنتعيش وسيروا الفرحة السرور للشوق تنتراجوا. ولكن هي مثلا في محمد صلى الله عليه وسلم ود بركة بديون مس إجراق أديب نسميه ولكن أديب نسميه ذم ذم كل ذم يا 65 والسلام مرة ما أدري نقال الله وقال رشا إلا قال العقيب لهم إس إسلام دعيم إمسلي النوم قال الله وقال رسول سوي إساب دعم إمسلي نردنا أي مثلا تقصدين الأنبياء يتنطيت سيد رب الخالق سبحانه وتعالى باش أتد نسميه ذم كل وقت في كل زمان وفي كل مكان على خطر الدروس بالعبر أدن تكس في ست إيست إسان ربي ما يلغي إسان ربي الرونا يقارد سيد رب قويس سبحانه وتعالى لقد كان في قصصهم عبرة لأولي الألباب ما كان حديثا يفترى ولكن تصديق الذي بين يديه وتفصيل كل شيء وهدى ورحمة لقوم يؤمنون ثق سيدين من الأنبياء والرسل في جنان في كافة سيد ربي الدروس بالعبر أدن تكس باش يعني انس الحوم ذو ذا الثمن اكن يقوم اكن ذي يعطو في الله سيدي ربي الخالق سبحانه وتعالى ذي الهدى ذا الرحمة اي قدر يفعل فريد اجيب ما ندري ذي الهدى ما نهدى فريد اكسوهن ذا فريد المستقيم يتوين غير الرضا عن سيدي ربي غير الرحمة يمسخ الجنديس وما دين ذا الرحمة افريد اجيب وسادة شركية غدك سحاشين للعالم عليك يا عشيك اكا باش انظر يعني سيدي ربي الخالق سبحانه وتعالى في كافة اليوم الصنف إنسان من التربية ديوث النوع من التربية باش هذا غير ربي إما أطف دي القرآن الكريم أغدي توسق فيا باش أنا نخدم وإما أطف دي حكوية في سيوت الصورة تقسيم للأنبياء باش هذا الكس الدروس هذا الكس الدروس دي العبر وانش ديك مرة التربية إكفغان سيد ربي سبحانه وتعالى هذا غير ربي ما نبقي القرآن الكريم دي القرآن الكريم الكامل قول إلى أودي جاركرا وين أود أخذ النرس إلى ربي ديس إما أخذ إقارة إني في القرآن الكريم وفي السنة في الرسول صلى الله عليه وسلم ذي السنة اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا إقارة سيد ربي قولي سيحكي هذا سيدنا لقمان عليه السلام أمشي إكتربين ميس إكتوصين ميس أنخزر لكم يعني ميدي قال وإذ قال لقمان لابنه وهو يعظه أسي تكدير وصايا يا بني أقم الصلاة وأمر بالمعروف ونهى عن المنكر واصبر على ما أصابك ولا تصحر خدك للناس ولا تمشي في الأرض مرحا إنك لن تخلق من يعني إن الله لا يحب كل مختال فخور أسي تكدير وصايا أشي نغطي ديو دار وانشتغي أنظر باليوم أشتغي يمكن يتوصي سيدنا لقمان الميس يفكي يخفض بشان وصين كن يغدر ينو إنسان يقويت ذي لسور سيد يقويت صرف قيت قد ولقد آتينا لقمان الحكمة سيد ربيز دي فكان الحكمة ما شك توصي ميس طرع ولكن نكون يغتي دي نكس دي سيدنا لقمان يفكي يغتي دي نكون بشان وصين الرونا كجميع باش أنظر إنسان يقويت دي سيد ربيز سبحانه وتعالى يفكي دي خيخنا في دي فكان ولكن نكون يغتي دي نوي دي سيدنا لقمان عليه السلام أكن يتوصي الرويس بفريد الخير بفريد سيد ربي ما توصي نكون ألونا كاية مثلا أي خطر تصرف جام نغل الإدوكاسيو ذو كان إذو يندوني ذو كان إذو ندو ذات العالم نعرف ماذا كنا نقول صور برا ذا شو في عفني ماشي الكيان دين دي تبان الصورة العالم إذ العالم ولكن تصرف جام هاسي في كل الصفات هذه يدي ذو العالم يدي ذو الإنسان ماذا كنا نقول صور برا يفق إلى إثمسات الإنسانية لعرض صور برا أكام إذا السيد ربي الخالق سبحانه وتعالى أغدي قرص يا جدتي سيدوي ما سيدوي غير الرسول صلى الله عليه وسلم يقول لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة ذي الرسول إلا ذكي بين مقارن اسمان النحويون قال لك علماء اللغة أسلوب الحصر والقصر لقد كان لكم في رسول الله غير الرسول كان لك دراوين تصرف جاي جدا الأنبياء الرسول مرة أكل
تصرف جامع دوين كامل لسيدنا نوح رمي النبي صلى الله عليه وسلم الدليل يقرض رسول صلى الله عليه وسلم الجواليس إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق إن دروح هذا بشد كمية الأخلاق مكارم الأخلاق الصفات تصرف جال عايم المعني مصدقية وش نحن النبي صلى الله عليه وسلم قم سليس من حاني إلى الأخلاق بأخريس يقدر بذنس الأنبياء قوين دمرة ولكن تسا ذا كمل يتسد كمية ولكن أندادنا وين سيدنا نوح أندادنا وين سيدنا موسى أندادنا وين سيدنا عيسى أندادنا وين الأنبياء النظر مرة وتشغير غاف كتاب النظر خطر تشحر فتك شلي النفوس ولكن القرآن الكريم قال 14 القرون هي وثن لنا وفوس العبد وزمراني ونذا في حرف خطر يحفظ ذي ثربي إنا نحن نزلنا الذكرى وإنا له الحافظون يحفظ ذي سيدي ربي شو تشتاقين يسير مالا نغرغ على الأنبياء الرسول مرة مثل نفذ القرآن الكريم تفغت سيدنا نوح تفضي القرآن الكريم تفغت سيدنا هود تفضي القرآن الكريم المذ النبي صلى الله عليه وسلم إما لا تفضي يدرث سيدي ربي ذي القرآن الكريم وإما يدرث ذي الرسول صلى الله عليه وسلم ذي السنة أخطر السنة ذي دين ربي ذي قال الرسول صلى الله عليه وسلم يقرد وما ينتك عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى يقرد وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا إن دي قال الرسول صلى الله عليه وسلم ذي السيد ربنا يا سيدنا أكيد باش أنصر باليوم وش في إحنا نفيق صلى الله عليه وسلم يقيد إذا شيء هذا يقول مهد يقول لك على التكنولوجيا إنسان خدم المادة الدنيا يقول يا رب أثمن منها أكثر أين يسعى نزل أكثر من أكل يغدق يوم وش في إحنا نفيق صلى الله عليه وسلم يقول يا تصرف يا رب أكيد يقرأ السيد ربي قويل عزيز يقرأ وإنك لعلى خلق عظيم وإنك لعلى خلق عظيم يفكيز للأخلاق يعظم يتس العظم ينس باش يعني المعنى ينس ويزمير والتدين والزمير التسع والعبد القوس ميت في الدنيا حاجة ما تسمى لتفك حاجة وردي في كيوية والمقفيس وردي في كيوية من بعد يسين يزد في كيوية النبي صلى الله عليه وسلم وذا نشتين في أغفيد شيء يعني باش هذا ربي يقرد وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين بصورة الأنبياء يفكي في ذا الرحمة يفكي في الدين الخلق مرة أكو أمل يعني ماذا من الحيوان ماذا الجن ماذا ذا النبات ماذا الجمال أين إلا مرة ذا المخلوق مرة يفكي ذا رسول يفكي ذا سيد ربي الخلق سبحانه وتعالى ذا الرحمة للعالمين وما مخزر الرحمة يقرر ذا شيء قاعد سيد ربي ذين في صلى الله عليه وسلم يقرر دخل الأخلاق يفتدي دخل الأخلاق يفتدي فيك انسان يفكي سيد اسقر وانك لعلى خلق عظيم والرسول صلى الله عليه وسلم قال انما بعثت لاتمم مكارم الاخلاق روح باش ربي غير الامين هكا باش انزر باللي تصرف كاع اذا الساس صاحبه وتسالي ثلاث مرام بيا تصرف كاع غاس العلم ديالي ولكن ما قال العلم بلا اخلاق ونسعى للقشره ونسعى للب اكي السوين السوين العلماء العلم اكد الاخلاق كني الدخول ما يحملك ربي كيف كربي العلم كيف كي الاخلاق ولكن ذي العصر ما ضربش الأزمة العالمية وخاصة العجل الأزمة الأمة الإسلامية أزمة الأخلاق الأخلاق يخص أشي ما يكون دين سيمن ذي سيمان نخدم قوين يوغي ربيع قوين يوغي الإسلام أشي ما نسوى أشي ما نسكيدي أشي ما نخدع أشي ما نصدقر الوالدين أشي ما نسعو الدار العاجز الديار العاجزة ذي ثمور بين سيمان يثمور بين سيمان صدي ونسعى على الرويس ويقول بس يقول بس نغي مس يقول سر أروخم دمغارا شي ما نسير الفقراء ذي المساكين شي ما سفكي ونستهل لسنكشي ونستهل لسنكشي ونستهل شي ما نخدم قوين يوغي سيد ربيع شي ما نسل الخمر شي ما نخدع شي ما نسل الجيران نسعو الصفة ندير ذا الجيران اش ما نسعى العلاقة الاجتماعية وذي عايز ترى جيران اذا انشتاقي مرة اكو انا قبل لهم ثامور ذنغ الامة سوش ومسافة يغس ليس الاخلاق ان من امم الاخلاق ما بقيت فان هم ذهبت اخلاقهم ذهبوا ماذا قال ثامور ولا انسى ليس الاخلاق ولكن ماذا قال ابرين الاخلاق ذي ثامور ذي ثامور ذنغ باش يسيقين اكاقنين إذن أكانت قرن العلماء إليه أولئي خزف كلام كالذي قال وليس بعامر بنيان قوم إذا أخلاقهم كانت خرابا البنين تمرث وجهي دار غادي يهش ادي وضوضو ماذا تيت ادي يصدر ماذا قال الاخلاق شنو ودي عيطر ذا شنو هيك الصواد انت مورا ما حاجه ماذا قال غادخل فت باش ادخل فت اي ما قال دخل في المزمن لا شو ديفلوبمون كرونيك ما اثقل طول العمر ديال الدنيا اذا يحطهم في ديفلوبمون في طريق النمو نعم ندق دائما في طريق النمو ما دام السعاره الاخلاق دائما انت في طريق النمو الا كان شعور الاخلاق اشعر المحبه في كوغرنا انسمع عوان كوغرنا انسمع مني من الخير في كوغرنا انسعوا الرحمن تقويونا ذث أو كل يوم أدي يبدأ جماني شيء غير يوم ونشوف هذا جوجل أنا كل يوم أدي وهم على لا لا يوم ويضمن بعد نشوف كل يوم نشوف سلسلة عيوننا كم كل يوم أدي خسر هلا عيوني هذا نرقع وذا ثغير بش أدي لهم الرحمن بين ديننا بين دين ورسول صلى الله عليه وسلم الرحمة
للعالمين أدم فريز فكان يخدم يسير دوش يحن النبي صلى الله عليه وسلم باش أدى قوة للمخلاقنا للشلوكنا للمعاملتنا كان يخدم ديننا الواقع ديننا ولا كان أسمح شب باللي ما الشعائر الدين ماذا قلنا نخدم مثل ماذا قلنا نتصلى نتصوصو نتشحجو من بعد نخدم دي الفعائل النظر مرة ونعم يا سيدي ربي إلى قلع عقل يسافر هنا داخل المولف يسافر داخل الأمة الإسلامية يسافر المحبة ذا الرحمة والتسكمات تشدوكية داخل داخل جنسي أكا ذا سيد رب الخالق سبحانه وتعالى دي في غد في كام أيض مثلا في غد في كام في غد كديننا أن حمد سيد رب هذا تنشخر سيد رب مشيح سبحانه وتعالى سيقر وما أرسلك إلا رحمة للعالمين ولكن النبي صلى الله عليه وسلم مكدينا إن الله أمر المؤمنين بما أمر به المرسلين إن ديومر سيد رب المؤمنين سويني سيد يومر الأنبياء الرسول باش أنظر باللي نسمي دي في كذا الرحمة للعالمين تقودي كل إنسان مسلم يشهد لا إله إلا الله محمد رسول هذه اللي ذا الرحمة للعالمين أتسقسي بملكة ينشيم نكون دائما نغدي نشي من حقيقة نغجع يا ربي دي نشي من غير ربي دي نشي من غير حشر ربي قال ينشي من ولكن إذا كان خدم الفعائل دي نشي من إذا كان خدم الفعائل المؤمنين إن فري عرضو في الله سيد ربي الخالق سبحانه وتعالى من موقر استنى المعاملة في نغضو قال أنه لم كان أمكان قافي سيد ربي أمكان أن قافين في مش في حرد في كرد الرحمة ذا الرحمة للعالمين إذا كل إنسان مسلم هذه اللي ذا الرحمة هذه اللي ذا الرحمة ما يثبت ذا الرحمة ذي القام كل مسلم ذا الرحمة سيد ربي ذي القام أكام الجمر الرحمة ذي الوالدين ذي الجمر أكن سب سبع واعبد الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا وبذي القربى واليتامى والمساكين والجار ذي القربى والجار الجنب والصاحب بالجنب وبن السبيل وما ملكت أيمانكم الجمر خزر كان أدي قال أنا خدم العبادة أنا عبد سيد ربي مسلم خدم أنا غشري ونسعد لهم ونسعد ذلك القراث ونعبد ذلك الأوثان ونعبد ذلك العبد ونعبد ذلك إفكاد سيد ربي الإسلام باش يحرد العبد أي إفكيش الحرية وصوصو إذا قرروا يزيدوا من ذلك إفكيد العزة إفكيد الكرامة إفكيد تسعيش كإنسان تصعيب الكرامة ولقد كرمنا بني آدم نسيك ربي كش تزدور ضمانك ما دام ماشي لي سيدي ربي غير تسجد وتقرر تسجد غير النظام كرب وين تسجد على سيدي ربي تسجد غير وما تسجد غير كديوث المثل لا ثم قرحات كاين مثلا غاس الاستعباد من زيكي لا ولكن الا المودرن الاسكلافاج المودرن الا الا غير قناع فيك ولكن اعبد سيدي ربي وحده السكوت وتخدم على ماشي تخدم بالخير الى الخلق سيدي ربي يوث مثلا نغي عباده لا وين الا بالحقوق ديال وثيقه نغي عباد كيما جوار ديال والدينا اللي مجوره كاين مثلا سبحان الله وقضى ربك الا تعبدوا الى اياه وبالوالدين احسانا هذه قال يقرا سيدي ربي لي شي من الامور خزر كان يقول انا وحد سيدي ربي وصل خدم انا ماشي ليك ونخدم نخدم الاحسان للوالدين خاطر من هنا تثبت السنة في سيدي ويا تثبت مجاور سيدي ربي تثبت السنة في السنة للوالدين اذا ماذا قلنا تفرضت الدعاء من الوالدين تفرضت الدعاء من سيدي ربي الى قناع بركة الرسول صلى الله عليه وسلم كيدينا الى الا انبئكم باكبر الكبائر أكبر الكبائر ذا شو دي الرسول الله أكبر الكبائر إنس الشرك بالله أولا الشرك ما خمس الشرك سيدي ربي عفان إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء ويغفر سيدي ربي الشرك الشرك بالله إن عقوق الوالدين حقوق الوالدين أي بادي خربلة وشهادة زور حقوق الوالدين مثل عقد الوالدين ذا شرك في عالم الدين سبحان الله يقرأ ديون صحابي قرص عمر ابن مرة الجهني إن يروح ديون مركز على الرسول صلى الله عليه وسلم إن الدين يسير رسول الله يمكن الزلة خمسة زلة ذكوة ست زلة غد إنس تذكر الشيء وإنس تزمع الشهرين إنس ذا شو مثلا إنس أقلك مع النبيين والصديقين والشهداء إنس ما لم تعق والديه بادي في نفس نسك صلى الله عليه وسلم إنه ما دام تعق ضر الوالدين أقلك مع النبيين والصديقين والشهداء إنك ما دام تعق ضر الوالدين ولكن ما تعق ضر الوالدين وليخ من أنا ويجد خدم لك كم هكذا فشل أنظر الإسلام أي مثلا ذا شو إيه غضيفة والجاري من الجاري بعد الوالدين ذا شو قد الجاري دي والجاري ماذا قلنا ثعب الغيدس اللي وقام إذا زرنا ألمسنا المجتمع ماذا قلنا كل يوم دينا غياء ذا الجارينس المجتمع دي فهو مجتمع مسلم مجتمع إيماني عاشي منك ذا الجارين أفي أوي يسي الجارين جسدي حقيقي الجارين وستالي فيس وخذ دارة خدمة الهدايا الجوغرون وثم بطولتك أنت تحليت غربورك تشعر العلاقة العالية إيجاري كيس
ماذا قلنا؟ الجيران عاديين اللي كوغا راسل زواج تليق اللي تسفق المجتمع المسلم. الرسول صلى الله عليه وسلم كي هنا إلا لا يزال جبريل يوصيني على الجار حتى ظننت أنه سيورثه. إن مازال يوصي جبريل في الجار إلا درمي جاري في أرض الورثة. ولكن ماذا قلنا ذاك الشيء اللي تسقط الجيران هذا الشيء اللي يخدم يعني يروح الناس يا رسول الله في الانتقام الناس تصوم ذكواس تزرى ذكيام عام 12 شهر تصوم ذكواس و عام 12 شهر تزرى ذكيام تخدم قيام الليل الناس ولكن البلاد ساعة الناس تشادوا الجيران الناس هذا الشيء سيدنا صلى الله عليه وسلم الناس انها في الماء الناس تتجهل ما غيتجهل و تينفع الصيام الناس و تينفع القيام الناس و تينفع وصا هذا الشيء تينفع الناس تتجهل ما خاطر تشادوا الجيران الناس الجارك اخي الصبر ولكن شنو وينك حبي ربي واخذ وينك صبر للجارين سيدي ربي خاطر يوم راه ماشي كان تسدد وتسدد على الجارين ولكن الناس صبر لي لدينا وين صبر لي لهذا الجاريس دون ما يدي اسمع سيدي ربي يدي اسمع لي سيدي ربي ديال خارج هكا غير مثلا ساكن اذا رحنا في ديفكاس سيدي ربي دين في محمد صلى الله عليه وسلم يقرض الساعي على الارمل والمسكين كالمجاهد في سبيل الله ولا يكون في الثجاب تاخذ المسكين الى دم امن يتجهد في سبيل الله يقرض انا وكافل اليتيم كهاتين ولا يستكن في سوجين بس سوجي إن ذن كيس أكاديجي أكاد يقرأ وش يحمل فيه صلى الله عليه وسلم شو يثمر جنة ما أذكر كان الرحمة للعالمين لدى أمد عباد أمد الحيوان أمد النبات أمد الجمال شو ثمر جنة ما أفشوا أكيد يقرأ صلى الله عليه وسلم إن تحبس تمشيش دخل خط وستفكر هذا الشيء مكيا وتستفكر وستلاقي ثمرت بشد فاصل حد الشند النظر أرمي ثمرت سينا أرمي ثمرت سينا ما تسبان سيدكشم سيدكشم جنة ما الكاية مثلا أبو مسعود البدري رضي الله عنه ديون الصحابي يفتي دكوش بحنا صلى الله عليه وسلم يفتي كثير الاسكلافينس العبدينس العبدينس يوم رأيت السكلافات يخدم بعد يسعوجس يخدم أنا يسخسرس يخدم يخدم في التحس وكرباش هكذا المدي يفتي صلى الله عليه وسلم يفتي دلتفر النساء أبا مسعود إن الله قادر عليك أكثر مما كنت قادر على هذا النساء أبا مسعود إزملك شدر بهم أكثر وكن الزمر ذي وينام إيه غريس وينك نعم تتفكر دك فسيس الناس مع غاسي رسول الله الناس ثنا وسبت وسبت ثني الليبر ثنا حر إجلا الناس لو كان عليه خذ خدي بركة كمية مثل إذا وجد الإسلام المسلم الرحمة شد ربي ذي القام من كل يوم دينا أبي خزر إما الناس أل ترى الرحمة إجلا داخل المجتمع أل ترى سندي فيك أل ترى نتسيك تحوج أل ترى الفقراء المساكين تزين دروك أل ترى قد ما قرب الفقر قبريت ديزل بلكل سرحان اليوم نذك شد يروح ديزل روك هذه مسلمة خطف هذه بس وانش تجي محمي من سيد ربي أش بس دمني فالفقراء محميك ذي مغفل محميك ولكن متحمين لا ويجي أنواك حمين كان يد مثلا رسول صلى الله عليه وسلم في دينه المسلم ماشي وين يتظلان يتظلان ويجي يخدمنا الأركان ما تظل الزكاة الصوم الحج ويجي أركان الإسلام الواجب في الله نخدم لك شو يدار الإسلام إن لا إله إلا محمد رسول هذا نخدم ولكن الدكوار كان ماشي كان ويجي هذا الإسلام إن ده المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده والمؤمن من أمنه الناس على دمائهم وأموالهم إلا دي إنسيم إن الدوين يسلمني إنسيمان جيرسيس أكل فوسيس وفي رواية يقال المسلم من سلم الناس ماشي حاجه نسيم هذه الشموه ذا اللي شمول والصرايا اللي شمكني بغوي لي الدينيس كني بغوي لي اللونينس هذه الشم كيشي هذه الشم الفوسي باش تشي لي الدينس والمهم اللي ولكن انا من العباد انا من العباد افيد من سن انا في العباد كمن العباد افيد من سن اخذ الاموال نسن كاف وكذا اذا رحنا نضيف كان سيد ربي دين في محمد صلى الله عليه وسلم ان كل المسلم على المسلم حرام دمه وماله وعرضه ان دم كل انسيم وما شيء من الدين حرام إذا وتكثر إذا منيس البنيس العرضينس وتكثر وتخبش ضرر وتجرح ضرر وتنقذر والصغار ديال البنيس وتخدع ضرر واستخدمها في خزافيث أكيد فغيلو واستكثر والصغار ديال البنيس شو إما مباشرة ولا غير مباشرة إلى وتكثر ديال العرضينس ديال الحرمينس العرضينس ديال العرضينس الحرمينس ديال الحرمينس إذا وكان إذا رسول الله صلى الله عليه وسلم محمد الله كاية مثلا يقرض الرسول صلى الله عليه وسلم من اقتطع حق امرئ مسلم بيمينه اوجب الله له النار وحرم عليه الجنه قال يا رسول الله وان شيء يسير قال وان قادم من اراج اتجلد باش تحليض اي لا الغير نظن ذي باطي شتي لي ثيرس ذي فيليسينس نغس الشغل امانا نغرد يجي كرا هذا الشغل اتصل فيلي كاع وجهي الطوق
أستدعي من ربي الحمد بالله إليك إنسان ما تشينيك إلا أكي حرم سيدة ربي غدي يجمد الجهنة مالي جمد بيس ننسى رسول الله إما ذاك لدي الحاجة ثم شطح دي سيقوي إما سواء قضيبا من أرك ما ذاك لدي أقشر ليس نخدمه كن سواء كبوينا نستفيد قولنا حما تدي حرم إلا الجنة تروحك أكتسقام غريث كي أكان يثبتنا رسول شريح صلى الله عليه وسلم ذي الرحمة إكساء أفي عباد أفي عباد أرحب الخلق بالخلق محمد صلى الله عليه وسلم وقلت وليش من إساء الرحمة بي عباد غفي عباد أكثر من في محمد صلى الله عليه وسلم إن إماطة الأذى عن الطريق صدقة ما تكسر الكلام كبير قبريك يتع دينيين سلمان يعتبر صدقة ما تكسر ظروف تكسر فورك تكسر كلش باش هذا الدين يسلم بالسلامه باش يسهل وبريد الى دعاء تبرد الصدقه يقال صلى الله عليه وسلم ولا غير ولا غير من ديت نقيه في جنه دافور كنت جرى غادي يسقال لي شي ولد تاع الدينار الى دي يكسب او خريف الى يسهل اسنا بريد الى يكشم لك فلاش جات يكثر فلاش يجن كقنا يقال صلى الله عليه وسلم ما غير كان يثبت من اخذ من طريق المسلمين شبرا يهمنكم وزمان هذا لأن كان استجس استجس عبد الله ثو ذري تمر القبائل أفريد 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 يكسو ساسي دربيش ذي قتيع سوى دي أدي زازر ده وأدي زازر ده حش ما تقول ليه وصلت إنه ريا ثو هذا بريدة مفرحان وغدا بريدة مشتوح ما قد صلى الله عليه وسلم في دينا لأنه من أخذ من أموال من طريق المسلمين شبرا طوقه يوم القيامة من سبع أراضي إن أزكى يوم القيامة ما تقول شد ثلاث سنين قبائل حلات صادقة إن أزكى أتصعب بظهر دي سبعي قواعي يعني بدأ تنعين دي جنة كيف تتصعب بظهر والحاجة نعم إن الثالثة سنة مثل بظهر ماشي دري سعر كتار نوع بخير وخميش ديق الوغر تصعب دي كيلومتر دي كيلومتر ذاكي ولكن ديق الكتير دي حلات أربيس وسعيس في لكش تصديق وسعيش الطلع مريك دخين دي لكن يقال صلى الله عليه وسلم يقال صلى الله عليه وسلم من غشنا فليس منا وين رغي يكل وين رغي خذ عن ماشي إن ويتي كرغ الغرنا يعني ده كما فيني جنوز وين طعام وقال أي قدروا ده كم مرة لو كان لدينا نشوف غد من غرب الله غير وين نسعيش ذي الواقع أن في حاجة عن حاجة يقل لا نسعيش سجينة أكيد يخذ عن السياعة أكيد يخذ عن الميزان أكيد يخذ عن النوعية ذي النوعية أكيد يغش ذي كرغ ديس أكيد في كيف بيس شوف لك دي في دين الحاجة العية صدقنا كده أكيد يخذ عن سعد ما نسكن يخذ عن بعيش يعني ده في نزوج هنا كطعام يقرب وش يسعد أخي صلى الله عليه وسلم يتفدي فيتعفر وينك ندي الدم داخل إني اسمها هذا يا صاحب الطعام تشلو وجه الناس أصابته المطر يا رسول الله الناس ذي الجرن ذي هو إيش أخذ لك إياه إني سعد طرد سكر تدي غاشي مش ثوي الظلم ده شو أنا من غشنا فليس منا يرد من غشة وفي رواية قال من غشة فليس منا أما ذو ذي أما ذا نصراني أما ذكي ذوي للدينيس وهجو زالة باش هذا تخضار خطر العباد ذثمة مرة أكو إن لا إما ذثمة دي الإسلام وإما ذثمة من آدم غصب ذقنا إنما المؤمنون إخوة المسلم أخو المسلم ذي من ذثمة ولكن غصب إلا الذي نسيم به ما من آدم يقصش كنظر الرحمة للإسلام باش هذي شهري وسلا إله الله محمد رسول الله كم يدمثل قرض أدي الأمانة إلى من ائتمنك ولا تخل من خالد أرتسك ذا رحمة سيل قد ما تكسر رسل الأخلاق ينقيون أمينك لما تفكي تكر رسل العاين مليح مليح تسرح دس وفريد قلون القد رفض أن تسرح دس نهره أذي نهر ينو يسعر البيرو ويسينا للقد أن درت فوق مسات ما كي كدور الأمة ونسعى للأخلاق أما كنيون تكسر القدر وتكسر تيبلا كي نقولك مريتي لنا كم مرة تسيني لي زشين كسرت مرة أكو عديكن ولا شوري حبسن ولا شوري ندات فوق مساك تنقر دوني كأصل أخلاق يسيد الله ذو ذاته يدمث سبحان الله يقال صلى الله عليه وسلم لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه ويتشك ما يرى الإيمان في إيه يقول حاشا ما تقول حميض إيمك أن ترى من ساعات وانت ما نذكر الإيمان نغر بخي جنيزة لكن قال ترى بين يتحمي ذي الغير يتحمي ذي ماني يلا ذيني قد قدر ربك لا تشرب ذيني قد قدر سيد ربك لا تعيش وتسمى برواش يقول الدهب ينسى في القبر ولش من يقول السعى ينسى في القبر ولش من يقول الروي ينسى في القبر ولش أذني بجد كذا ذي كنا ذي جد مرة غادي في الكامل وكش تصرح حش العام اللي نكال يدونا على ذخي خامن القيام أكرم دي الطن وكذا قبل ذي فعيه أكيد بوضنا كي تصغير من ربك وما دينك وما النبيك أتسعود الجو بارت الله بطولتك سعود الجو بارت الله بارت الله دمير الإنسان يبقى إنسان لما اشتقي غادي في ريالنا خطر ينا ثم ستقي قول زرارة من المال ضرره لتقرطة يقول زرارة إزمال الحال ويسن حشر زرار من خمله من نقذ ما نقذ ما نقذ ما نقذ ما نقذ ما كيان إنسان إلى قد يجي ذي خزر ذي خزر يمانيش أكل يتيقيها الأعداد ديوث الجنسة ديون قوذي إذ مثلا
زاف الرسول صلى الله عليه وسلم إمتي تقولي كره صلى الله عليه وسلم الصحابة الكرام ترفيس بعد من سار رسول الله عليه كرس وجدوا ذي ما يقوم ذنك إنس أليس نفسا إنس مشيت يعني وجه بقيت أية مثل ويسعف ويسعف الجاري اللي صار رسول صلى الله عليه وسلم يسعي وذي الجاري هذه دي تزور كل بلد فريه لك هذه دي تزور أي ده أرسل قارئ أشمل أو في شيء لقد يشهد لا إله إلا محمد رسول الله أي لقد قد يشهد ولكن أسمع إكسود يتشوق لنا يشهد لا إله إلا محمد رسول الله يفرض الخميس يقرأ الحمد لله الذي أنقذه من النار الحمد لله يا رب يكشف الدين خدم يتدين خدم كل إنسان مسلم إلى أن يخدم من الجهود يسقوا فيا وسحالة عدو ذوين ولا الدين ليش الموحد سكناس رحمة بطولاته سكناس بليد الشخص ذي الأخلاق إلى قناع قيكا ويقفنا المسلم ذي الأخلاق ولكن ولاش ينسي موسى على الأخلاق لا ينسى على الأخلاق إلى قناع قيكا ذا شو تنسي لديك ساعة المسلم من سلم الناس ومن لسانه ويده ما سلم من ذكيرسيس سلم من ذكفوسيس ذكفوسيس أقل بالثلاث سلم ذيك ماذا قلت ذلك الشيناء ثقا تصفى تولي هروينك حرم أربيع تصفى غفوسيك هروينك حرم أربيع ثقا رضا جيبك هنا أي نوت سيصدر في نظر خميك أي نوت سيصدر تسعد في حوت سوين نوت سيصدر تصربع دربك سوين نوت سيصدر عقيد عفظ مرات سيصد وينك ندخل من ذاك الدينة أم شارك يغير ذي للعين كل كرب وينك يديك شمي حرام ولا قرر لك يدي السفر تصفاد أماكن قاركني أتصفاد تبرر أتصفاد تخر رجيم ولكن تفقى حشا تفقى لا تفقى وتلك مساكنهم لم تسكن من بعدهم إلا قليلا وكنا نحن الوارثين يخيار بين خام نسل حرب وذك يبنى رغى في حرام كان يد مثلا إذن وقيم إذو شريحنا النبي صلى الله عليه وسلم وما أرسلناك إلى رحمة للعالمين ثم وثي وثي التمغاث تسبكت تصمد المسجد النبوي أسمع إثم وثم ضيّن صدق الصحابة الكرام وسنين لنا الرسول صلى الله عليه وسلم بعد إنه ذا فلس عند ثلاثنا نسى رسول الله ثم وثم أشمع يتخبر بلا أنا نسى الغار أكيد لها أقول وخدمنا الشانة تصيب وجدية إنس شنتين أسكين سعر حارس كين سيزول فلس صلى الله عليه وسلم باش أنظر بليه وإلا لا تشبح وإلا لا تزار قلت ما ذا قلت سعيد سنة ما ذا قلت يقدر السحابة تسعيد الدارية تسعيد لمليار يسيد زمرة تسعيد رسيد ربيع ولكن بون ما ذا قلت شنت تفضل وجدية إليك الزعيمة وإثنية كاروس كمان سيكي دي فضل سيدي ربنا في الغير نظر ولكن بفضلك باش تصخم الدينيك أكثر بويا ويضا ولكن ماذا قلت الشيء ذات كبر ذات كبر عاقب الله دفعنا سيدي دي سشوية دي وتعدي ذات شوية دي مرة قبل أسدري على حال سيدي من غير سيدي ربي إن أكرمكم عند الله إتقاكم حاشا وين يساعد إنسان هو يهدى الإيمان سوى يتساعد العمل الصالح كيف أكيد مثلا الوكيان إذا شبحنا نفين صلى الله عليه وسلم يغدي في كان يرد في كذا الرحمة للعالم يقرد حمد ديدات فلسي عفور بيه إن أنوي ذا ولا الإسلام إن تمشي دولي إن الخارج للإسلام إلا ذا إن الدين سيب دولي الدعين إن الدين سيب إن دولي يخدم الفعال وبيد كل الذي تسلمنا أطروا فيه مال الدين من بعد الإسلام أذي الشخصة وذي شكر راعي عبادة في فريد الدين أذي شكر راعي العبادة أن خطر لا العبادة تصل ضعفا لا أقل إلا ما كظن الشخصة دولي تسفق الدين جماعة سقال دولي كذا غيظ وغيظمي هنا ولا مشينا وصلنا رب للإسلام فرادي شغال نيغدي فعيل نيديرين فرادي كسر نسان يتفن المسؤولية ما فينك خدم وقيني أدي شعون علمي قال وزر الضلال ووزر الإضلال أدي شعون الذنب الفعيل نيك خدمك نديريثت وأدي شعون الذنب وإذاك نيغ ألي تشكر رعب ديك الشمالة أنا أريد للإسلام ما في تزرني خدمي فرن الإسلام إذا بي سبحان الله إذن تقويات ويان ألف بعد أين ديننا الرسول صلى الله عليه وسلم كل شيء إيفان إيفان قد عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين تبعث أين ديننا سيد ربي أين دقوا غدي السنين أكيد قال سيد ربي أكيد قال الرسول شبيح صلى الله عليه وسلم والسد نستظهر ديانا نشوف لهم بعد دين الفعيلنا نخدم الفعيل ويدا كل ساعة ديانا أنشتغل أنقفوا يانا كان يجب مثلا يا رب خزار كان يروح يجيون ورقاز غير الرسول صلى الله عليه وسلم يرسل تخاتم تلبه أكن دي قد غير طرفيش يقول غير غرس أكن سيد دي زرع مروفوسيش إما فلاس يكشيش تلبك فسيش القرس غلقا أم بعد أكن يمعيق روح صلى الله عليه وسلم أنتقن غير غرس لأنه استقيد الدهب روح دميسي تستنفع ديش وتشتوى سالة عندي حرام الدهب ذي الحرير وجزنا لنا ورقاز هذا ثنيرس نشر ولكن أتستنفع ديش إنيس أمش قريت الرسول صلى الله عليه وسلم شوفوا سيس غلقا عن كيلتي جمعة حاشا تقول خدم غيرها إن شاء الله لكم ضروحي وذي اللي ديكس مجمع عظيم قريت الرسول صلى الله عليه وسلم أزمير غيرها سيد جمعة أكا غيرت مثلا أكا غيرت أذن خدم باش
انا في حياتنا واذا ديزاين اديك تشمل غير الاسلام ما تبع بدري دعايا ما تقص غاسه هذا الدعوه ظهر من غاشي على بدري الدين ولكن اللي قال لك ما قاينا تصاد جبد بيا ما تفق بس اسك يوم القيامه كاين واذا مره اديك الشيء ما تسمع قاينا الشهاده لا اله الا محمد رسول الله يتصرف غير مسجد تزلل انشتني مره ديال الدفاع دنفع ايماني كان يبذل وتشوي أن الإسلام أنه دي سبلا دي الصلاة دي الظلي نغذي الصيام نغذي الحج نغذي الهي أنه ما ذكر الناس ولكن دي العمل نغذي الحيبة دي ما قينا نغذي ما تصوح في الظلي فيه ولكن في العبادة الشعائرية ولكن دي ما قينا ما ذكر تعاون دي مغفان ما ذكر تخدم ذي الخير ما ذكر تسمى النظي الغير كين تسمى النظي يماني ما ذكر تعاون بقذري ذي الهام ما ذكر تسفن كيد ذي المفتاح ذي المفتاح تسالوا تيت لنا كل مفتح وإن سعد أمور غسيد أرض الخاف سبحانه وتعالى سعد ابن سعد يقول يهودي يكشم ضغى الإسلام يحكو ذا كان فمسال تيسا في يكشم غد الإسلام إن تقيم غا كان ذي المدينة المروانة إن دي روح ديون وكاس غير الرسول صلى الله عليه وسلم إن سير رسول الله إن يستمر من فلان تقام إن يكشم ذا برغى الإسلام إن يصار قم غاس إن يدني غاس ماذا قلنا قد شهد من إله إلا محمد رسول الله وكن يستجار ربي ذي طيب يعني يلا الرزق في مرغوب إنيش ولكن السيح اللي هو مدو بثلا يوثل القحط يطفيثن القلة وقال عنده يتفغن عنده يتفغن سنين نسكد بين أخدنا بخزار دشاس نخدم إن تقدر رسول صلى الله عليه وسلم إنسي عمر إلى كاسن في كيوي إن تقدر عمر بن الخطاب رضي الله عنه إنيش رسول الله مساعد سعيكم ومساعد شرس نفكي إن تقدر هو ذيك يعني مقام سعد بن سعد زيد بن سعد انتقد إنيس زيد إنيس يا محمد صلى الله عليه وسلم إنيس أقد فكر 80 تبياسي من ده أقد فكر هذا سنت تفكر إنيس كشنا هذه في درب مرة ذات شمال إنيس هذه يتخلط الوعد بالماء إنيس يربح ويخدم مس الوعد يخدم مس الوعد سن كذا وكذا أقد فكر أدور هذا السلعة قد سوي أمس فهمن يروح يفكر سن الدابنين والجزنين يروح قوي سن يروح قوي سن أمشي خدم زيد بن سعد اليهودي برجزك وقيل له أنا ماذا السن الوعد اللي بالذات في خدمك اللي بشر يسيفك السلعينس يروح ثلاث أيام وقفي ثلاث أيام لغيومين وقفي المهم يقدر الوقت نيم يروح جاث أرمين يدي فوق الرسول صلى الله عليه وسلم يجيو في الجنة زقيون من الأنصار يصور في الناس بعد يروح نصت الصحابة ويقيم كل سن الغال حيل يروح على الرؤوس يتفذي تفيد دي هناك إنس أريد يحقي وين اكتنسوا إنس كون وين بنو عبد المطلب تصن طيب يعني شكل بورفاري وغلو يفدلوك وذميس مرة نتسمى ويقذر الوقت ويقذر الوقت اللي باش الوعد اليوم عمر بن الخطاب رضي الله عنه أتي تشما خال رويت والنيش يعني إذا منيش ركمن أنت قد غرغرس إنس تزريد إنس زرب لي ذو ذيك شنو إنس لو كان ماشي من عهدي لأن هي رغي هون إنس سلم يقول لس إنس أفرق سيف قاد قرون ذا سينا صلى الله عليه وسلم وسينا يا عمر كشا شقر ويثل ويثل فقد يتعدي في اليوم لا ماشي ذا شنو كيزينا إنس يا عمر إنس ماشي ذا ولا قيني الحواج بشر في دينا غمد انتسى غمد نك إنس يا دينا غن كينيا كشنا قرق مصر أيضا رس سلعة السياقي إن كنت سلسة رس السياقي واتصدق الغرور سلسة كشنا ضيفاس إن سلسة ضلفاس السياقي إني استورا أتروح هذا استكمل مرة غير غيسالس فرضا ساعة 20 مدة الزيادة 2000 غيسالس يقول عمر بن الخطاب في كيس ديال غيسالس يعني 20 مدة ينتقد غروس زيد بن سعد اليهودي ينتقد إني سي عمر دوش الزيادة يقول 20 أيام إني سي وقي ذا خويا إكس خويا إني خطر الرسول صلى الله عليه وسلم إني سي 20 مدة فوش خويا إني سي خويا لكن إني سي 20 مدة لكن ذا خويا إكس خويا لكن يعني دي قرص الله عليه وسلم نوي سي 20 مدة وين ضم إجدل إنس يا عمر إنس ويتسنر إنس يمكن زيد بن سعد طويل من أحبار اليهود مثلنا أمل الشيخ الجوان عن سندوهنين إنس تزريد إنس سلغي السكيسين عمر بن الخطاب إنس أروحها قد روحها كيان إنس عمر بن الخطاب شو ما استخدم ذكي رسول صلى الله عليه وسلم إنس وليد اختبر إذ اختبره زريد العالم تمر نقن النبوة مرة أكون باللي ذن فيهن لا تغرس ولكن في اللي يوث الزر ماذا قل يزع في ديون ماذا قل يشار يخدم ماذا قلنا يعني هذا الكمني ذا منيس هذا يخدم كرا نغادي الشهور نغادي سعو الحين إني سدنش تجيث اختبره إني شوف لغت السيف هذا قلت الله غر ورس ويروح غر ورس وصلى الله عليه وسلم إني سأقل أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله إني سأقل نفسا شو مرة أكو أثن غر ورك أو بيت المال المسلمين زاف كلية مثل الصفة العيّة تجبدت غير وريد الدين ماشي تزاليت مزرنا غير تزالا نعم ذاك اللي نتصوصو نعم ذاك اللي نحج من بعد سيوم يساد الجبد ولكن الصفة النفرة الجمع الفرة الجديد أنا نزال
رأنا وين إلى دكسواس ويستاذ الهجرة الرسول صلى الله عليه وسلم يشجع يوم الصحابي قال محمد صلى الله عليه وسلم الخزرجي يشجع في اليوثمرث اليوثمرث قال بنو بكر ابن كلام إيش أسميت إيش جعل رسول صلى الله عليه وسلم خمد المهم نس أمد يوغاي يوغاي الجبري يفد يوم بركز جبري يفد ثمامة بن أثار يوم أقاروي بني حنيفة يثمث لليمامة ولكن السنة لن يثمث عقينا ويهد كان غير أذمي سلعب مهابون بالعبد اللي تبان سيوت الصورة يعني تفدي قلت إذا رسول صلى الله عليه وسلم أكن سيتك شنو غاجبا إني سوزرما وقد قوي مكان أنا هو وقيم إني سوزرما ثمامة بن أثار الحنفي من بني حنيفة يثمث لليمامة يقيم يطفيه يقيم أرضى عشت الجماعة أحرم وتحرك كرام ولكن إنس في تسديش غربة تسديش درنا بسلين ديرهم أمس ليلة عالي كرم ثلاث أك أين من الزمن وقد كرم من كرم ثلاث خدم ثلاث كوين العاية مرة أكو غربة تددي تشتي ولكن أدي عدينا الرسول صلى الله عليه وسلم كل أدي عدي فلس ثلاث أيام أدي عدي كل فلس أدي عدي فلس يسين ذا يثوما ما ذا شيث نظر أس ذا شو أسين يوم ثم ما تبنو أثر أسين ما ذا قلت سمح ذا يوم كني ذا بالخير ما ذا قلت ثم غذا يوم لن يركز الفريم ما ذا قلت ذي الشميد وغذا قلت فقا أين كعجبنا ذا كثير تفكر أرميد ويس ثلاث أيام ثلاث أيام روحي تصلى الله عليه وسلم الناس للسحابات سنحتسي ثم ما ذا روح في مورديس سنحتسي ثم ما ذا روح في مورديس نمسي رسول الله سنسمح أركز يخدم كيرني الصحابة يخدم ذا عذو الإسلام ذا عذو الصحابة فسيقنها إنس نعود سرحتس يا رسول إسنا سحبة إنس سرحتس وسرحنس الحاكة لك كلام بثلاث يفدى كان السادد يغيدر من النبي صلى الله عليه وسلم على المسجد ويرفض فسيسي شهد لا إله إلا الله محمد رسول الله زاد كان يتمثل إشهد إنس يا رسول الله إنس الله مثل ثمرث مثل ثمرث كرهاني أقف يا سيام مثل ثمرث كرهاني ثمرثي ما إلا وذن كرهاني نيويلي ما إلا الدين كرهاني ديني إني سلطورة ما إلا مثل ثمرث حمير نيك ثمرثي ما إلا وذن حمير نيك نيويلي ما إلا الدين حمير نيك ديني الرسول خزرت إني سأثورة هذا الحد خمال عمراء يا رسول الله إني سيد خمال ماشي دمك خطر العمراء كتدوه تفنتين إني سمشاء العمراء الجاهلية سيد خمال عمراء الإسلام إني سحفتسي إيه مثل الدينيس ما قيد كان يتمثل أثمثل صحف تست الإسلام الإسلام يجمع الإسلام يسمي لنا يولو الإسلام تم يشفع عن جوغرس تم ينفع عن الدنيا تم يشفع عن تم يشفع عن ذيار كان ويروح ثماما ابن أثال يروح أرمي ذا مكة المكرمة باش يدخل من عمره ذا مزوالو يكشمن غير مكة المكرمة يخد ستربية ذا مزوالو ذا جنسيمن يكشمن غير مكة المكرمة سلبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك يسيك شيء عشان ما يدخل من عمره روح عند قريش غرورس قريشين غرورس شو دار الإسلام نخلته ثن عشان إزرا أن يوم سرحنا سنة لسه رزق نقول مرة مثلنا اليوم ما في فوس واجب إدي سالي أسمي دي فوق يعوه دي ثن ينيس ينيس القصة جو سويت ينيس راقم جيردن أن قط مزبع أو ذا ذم ديكشم أو ديكشم غرف مرتلون ينيس حشو ماذا قال يفكر ذلذن وجد السفة مكة النبي صلى الله عليه وسلم وغين ذي مكة المكرمة أرمي ستين الجفاف أرمي ستين الورق الجراء ينغث نياس شجع ناس الرسول صلى الله عليه وسلم غير المدينة المنورة ناس ناس نكون يوم ذا ثمثنيك ذا لو تمرثيك ذي ذمنيك تهدر في صلة الرحيم أنا مثمر راتيك اللي يجي مرقب أهل مكة كوذ مثل وصلى الله عليه وسلم إش جاسي ثم أنا وديرات صار يسسيني تخرج سن أمث برمجة ولا اسمه إش جاسي ثم أنا في مرثنا اليوم ما بين سن أرسن الرصق صدر رصد ويا رزن الرصق أنصر الرسول صلى الله عليه وسلم الرحمن إكسان ذا ذا ويش ثم أنا ابن أثال أتصل الغال الصحابة ولكن اسم حاسد لا ودي لنت فيرس اسمك شهد لا إله إلا الله محمد رسول الله كش من دمر ذا الإسلام تبعن تدد فيه واسمي قموث الرسول صلى الله عليه وسلم هذه حروب الردة يطفك لكن ذي الدين سرمي ذا سرمي ذا اسمي قموث الرسول صلى الله عليه وسلم ذا ذا وليس قريش وليس لشو مسخدم للبيان من غني دوكيس زاتيس من غني عميس من غني وليس لشو مسخدم لنا ولكن وليس لنا أثنى الوصلاة ذري ذا قيم يا ريس ما رسقي في كيس اسمي كش مغاقوس بس ويستمالي الناس روح سمح غاول اذهبوا فأنتم الطلقاء أي مثل ثمامة بن أثال النقطة هذا الدم ذاقيا النقطة هذا الدم ثمامة بن أثال الحالة فيها هذا شديد يشيش من غير الإسلام أشمك شهد لا إله محمد رسول الله روح يسرد يغيدر من الجماعة شهد لا إله محمد رسول الله ثم مثل ما كنا غير فعرس الثلاث أيام أي تسمى الصحابة الكرام
أقيم الجوبة لسن الله در المرة أتسمع مين الجوبة لسن أم كتسمع مين در رسول صلى الله عليه وسلم أم كتسمع مين الرسول صلى الله عليه وسلم أم كي يعني ليو تجمعش وزمرة قد دعائي دي دونيف تجمعش سحان الصحراء الناس تجمعش تجينا ذو الخير تجينا تربية ذو الأخلاق مجينا وتعودنا وأشون الدين اللي دي وين أني والدين العمر قاعد الدين اللي دي وين يعني شيء أعتبر إنه كني ما يروح دوب بعد عمر هذا كم شهر هذا أديك شو غير الإسلام ما يروح دوب إلا وين دروحنا إيشين سياق باليوم الجوجين تسوين ذي ثمرت الغرب ذي ثمرت فرنسا تسن دي روميين غير ثمرت الخبايل أرتو دارنا مرة تسن أعتبر ما يقيم الشهر يكشم ده الإسلام أعتبر ما يديكشم ما يقيم الشهر هذه شهر لا إله إلا محمد رسول لا ما يثمر السيرية جنك زرنا ثمامة ابن الثاني ولد ذخين الصحابة الكرام من اسم عامين جو ورزن إشهد لا إله إلا الله محمد رسول الله السيرة يسدك شو ما يسدك شو يسدك شو العف يسدك شو مديون غير إسلامي مثل إذا قال عقلك يجي يخدمون ورجز يون ورجز دين سيم بالولايات المتحدة لأمريكا ذخ جود المؤسسة المؤسسة ولكن ذا خدم أن يخدم الشغل مرة من إزديه أن يخدم تسكر الذي وقت تسكر الذي الشيعة الذي يخدمه كل شيء خدمي ذاك اللي تيقي حي خمسة دقائق لا تصلي تدور حد يصلي يغير كنيس أشتاقي من الدريتي باش أنستخدم غافية منه أي مثل سمس قسين اللي يعبدوا من راس طريسيون ذا العبد يلوم دائما يتهنى دائما يتصلصى دائما يشرح يخدم يخدم مسك اللي تيقي حي أسمعوا إنه ذاني ليس الديني ويخدم لك اليوم أي ديك شي من داخل المؤسسة اللي غا الإسلام وحدس أنا أقول السيرة من غير سادة تكشم الغير من غير الإسلام سين الطلبة اللي جيت اليوم إلا ندين شيء من دي الولايات المتحدة لأمريكا أهدر لو غير أساس تعرفت ما رد يوض إهم إهم دا كل سنة إهم دا كل سنة ذا أمريكاني أم بعد أذن تقين أذو أخرى اللي استعرفت أهدر استقريزي أسمعنا بعد الناس وكنت جيني غير كمية كانش اللغة الأولى في حال غاز إن الناس لا إن الناس عيوان إن الناس وقيد الدين غير دين أنا كام رسول صلى الله عليه وسلم دين أنا كام وهدر ناسين شيوث اللغة ويفهم على وستياتها الناس الدين ديو إديو مرة نشتاكي مرثيا من كان أخذ ما بشر هذه غير كل وين وكنت جاء في دفوس إجلال سول إشهد لا إله إلا الله محمد رسول الله كما جد مثل إذن وش إحنا النبي صلى الله عليه وسلم ضرحنا غير تكتا سيد ربي للعالمين وين آثي في العالم ذي جنة آلث آثيوي وين آثي خطر من حميثا خدمة يخلو قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله المحب بين اسم الاتباع ولكن ولا عدون في عالم هذه إذن النبي صلى الله عليه وسلم غادي يجي غادي يزرع الحمار أرضون لهم ذي ويز ولا ذي ويز خطر مني غادي يخلي مني لذلك يقدوا رحمتي وسعت كل شيء فسأكتبها يوم أسكت النصي دربي فسأكتبها للذين يتقون ويؤتون الزكاة والذين هم بآياتنا يؤمنون الذين يتبعون الرسول النبي الأمي الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث إذا وين كتب عن النبي صلى الله عليه وسلم وجاه مالك الرحمة نسيت مثلا يقال بخلاق دقيق سبحانه وتعالى إن قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين إذ سيد ربي النور ذن النبي صلى الله عليه وسلم وإذ كي يغدر القرآن الكريم وش ما عندك كذا سيد ربي قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين يهدي به الله من اتبع رضوانه السبل السلام ماذا قال العبد كتب عن أفريد الدين سيد ربنا يدينا النبي صلى الله عليه وسلم أسي الشكري بردان الخير سبل السلام ويخرجه من الظلمات إلى النور هذه السفة غادي القيام غادي تفل خطر النور داش يخدم النور يتكس الطيام ما تشعي تفل ولا الطيام وخلاص ولكن ما تستنصد يغير الطيام ما تشعي يروح الطيام لي ويخرجه من الظلمات إلى النور بإذنه ويهديهم إلى صراط المستقيم يتسوي الغر الجنة هذه هذو الصراط المستقيم إيمانا غير مثلا نور دي النبي صلى الله عليه وسلم ماذا قال قمش الانس العبد ذا السحابة في قمش يدن قال ترى ما تقمش تطوى يضربني وتطوى يضرب ما تقمش تطوى في النبي صلى الله عليه وسلم يدي في كاسي ربي ذا النور والله ماذا قال ما تقمش تطوى والله ما تصرت ذا بريد والله هذا تعيش دي الطيب أين في قمي دي العمري لكن خطر من سلون كوني نقال شما يضيم سيد ربي شما يظلم سيد ربي لا يظلم ولا يظلم ربك أحد ما يفكد الكوارث نهزي قاعد ضد يمنا ما يقولون الفيضة نتوق ضد يمنا لهلكة ما تق أسجل لهلكة روح خزر قال لي كابينة انت في الكلفين مرة ما في الشرق يبدي يغرب للجنوب يمت الشمال انت في الكلفين لهلكة ما شيء ذيني فرون الغنوي كل شيء لك من أجلك ذين بالوسي فالسنان بني وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم ونعفو عن كثير خطر ذي القليل دي قناعي قهد دارتي ذيس القليل دي قناعي تخرفنا الوعد اسمي شوف فين سلوعد ذي القليل دي قناعي يخدم الخير الجارينيس القليل دي قناعي يخدم الخير الوادينيس إلى
لقلع ولكن أمغارنا يكون سعرك نعم أذي تخدم يكون سعر الدريا ويكون سعر الرويس وسعر ما ذي فذن أثناء في الدس حتى نخدم الدار العاجزة حقيقة ولكن سعرك إن الرويس بوين تمام لنا إذا قدم قرانا في ثبور ثار فو بورطاي المستحيل الزر بس ما تنسكش من لنا ولا لقلع كويدة ذويين كجميل مثلا إذا أين وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير وسيد ربي الخالق سبحانه وتعالى تجديرا في لنا ماذا يقول تجديرا لنا يخلع فيك كل من ذي يبدو جمانيس اللي يبدو جواريس عايش ذي حياة استقلع سوالي يدف كاربيا وضيب سيد ربي يدف كي باركا ولكن نسلي ذري ونيك ذا الحرام ونف ذري وكثر من فسنيك ذا الحرام ماذا قلنا هذا نقول يمن في بعين دي الناس سيد ربي الخالق سبحانه وتعالى سيد ربي غادي خزر سوق زور العين كجيم سيد ربي قال إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغير ما بأنفسهم بذكر المغير غرويني لها سيد ربي أغدي غير أغدي غير ذي الجهيس أغدي فكيا للخريض مثل يقرب ويس ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض ولكن كذبوا فأخذناهم بما كانوا يكسبون إن دلوك مذك لثو من مذك لثو عام أفريديو أين دينا سيد ربي أين دينا الرسول صلى الله عليه وسلم أغدي فكي بركة جنيا أغدي فكي بركة إيقاع ولكن مذك لثو نكون خوفي مذك لثو نكون مثل في عالم أفريديس ذين استحق أغديه ربي جميعا لو فريدي سيد أغيب الله فريدي صلحنا كل هذا اللهم اجعلنا من المؤمنين حق الإيمان اللهم اجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولو الألباب وصل اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.